هو المتحف الكبير افتتاحه قريب يا فندم ولا لسه ما تحددش؟ والله يا استاذ جابر احنا تقريبا يعني اكتر من 97% تم الانتهاء من المتحف. احنا بنتكلم على اكبر مؤسسه ثقافيه ترفيهيه اثريه سياحيه في العالم. بنتكلم على صرح، الحقيقه صرح 117 فدان، بنتكلم على نص مليون متر مربع مساحه. بنتكلم على مجموعه توت عنخ امون اللي هتعرض لاول مره ان شاء الله في واحد في 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 في, في متحف. 5398 قطعه من توت عنخ امون. بنتكلم على تم نقل حتى الان 55,000 قطعه اثريه لتعرض في المتحف المصري الكبير. بنتكلم على كل اكتشافاتنا اللي تمت على مدار السنوات القليله الماضيه كلها ستعرض في قاعات باسمائها في المتحف المصري الكبير. بنتكلم على مراكب خوفو، المركب اللي اتنقل من منطقه الاهرامات وراح بيتبناله صرح عملاق متحف اسمه متحف مراكب خوفو على اعلى مستوى. احسن من المبنى اللي كان يعني الى حد ما متهالك او قديم. مصر بقى حضرتك بتتكلم عن مصر بجد بقى، بتتكلم عن مصر بجد بالضبط. انا بسمي المتحف المصري الكبير هديه مصر للعالم، للعالم في القرن ال21. اهم هديه واكبر هديه للعالم في القرن ال21 الا وهي المتحف المصري الكبير. طيب امتى؟ احنا في خلال بضع اشهر سيتم ان شاء الله الانتهاء تماما من هذا المتحف، وبعد كده هيبقى قرار سيادي ان شاء الله لدعوه كل زعماء العالم لحضور هذا الافتتاح المهيب باذن الله. باذن الله. دكتور مصطفى وزيري امين عام المجلس الاعلى للاثار، بشكر حضرتك شكر جزيل من بدايه الكلام لاخره في هذه المداخله المطوله، ازعجنا الدكتور مصطفى وزيري فيها، لكن لو لاحظتوا كده احنا بنتكلم على مصر، بنتكلم على عظمه مصر، بنتكلم على تاريخ مصر، بنتكلم على شخصيه مصر، بنتكلم على اثار مصر، بنتكلم على تقل مصر، بنتكلم على وضع مصر، بنتكلم على وزن مصر. فالحقيقه الكلام عن الاثار لوحده كده لوحده كشق لوحده كده، لا انت بتتكلم على يعني كل تصريح من الحاجات اللي كان بيتفضل بيها الدكتور وزيري تحس كده ان انت ايه عظمه البلد دي؟ ايه جمال البلد ده؟ وبعدين الهدايا اللي هدايا مصر للعالم او هدايا مصر للانسانيه كتيره ومتعدده ومتكرره. يعني في الشق الاثري بالذات الهدايا دي متكرره. يعني لو لخصنا هذه المكالمة في آخر كلمتين قالهم الدكتور مصطفى وزيري، أنه المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم في القرن ال21، هذا الرجل لا يقول هذا الكلام مجرد اعتباطا كده، لا أنت بتتكلم بقى على مجموعة أثرية تعرض لأول مرة في هذا المتحف، مجموعة أثرية تعرض لأول مرة على مرأة ومسمع من العالم. واعتقد انه ان شاء الله باذن الله القيادة السياسيه في هذا الاطار هيتم استغلال هذا المحفل استغلال كويس جدا جدا، وكانك بترجعنا لافتتاح قناه السويس ووجود زعماء كبار ووجود شخصيات مهمه ووجود كوكبه كبيره جدا من الشخصيات العامه في هذا الاطار. فاعتقد انه ان شاء الله باذن الله هتبقى الفتره اللي جايه فتره دسمه جدا وفتره مهمه جدا في تاريخ الحركة بتاعت الآثار المصرية أو منظومة الآثار المصرية كلها بإذن الله، وأعتقد بإذن الله هتنعكس انعكاس إيجابي جدا على الدولة المصرية.